تعالوا شوفوا حلو ازاي هنعمله النهارده مع بعض. الحلويات بتاعتنا النهارده حلو طفولي، والكبار بيحبوه كمان على فكره، وانا شخصيا بحبه مع كوبايه القهوه. الكوكيجز بالشوكولاته او بالشوفان، ما يديروا على الشاشه شوفان، كوبايتين من الشوفان معاهم نص كوب من الدقيق، بيض، زبده، فانيليا، بيكنج باودر، قليل من الحليب اذا احتاجناه له حسب الرغبه يعني، اذا لازم الامر يعني. تعالوا مع بعض نجيب الكبه، مش لازم عجان، انا هعمله في الكبه دي كده. لو انت فرمه بصل ولا اي حاجه في الكبه دي اغسليها كويس، خلي بالك وتامني، وتجيبي شويه ميه موارد ولا ميه زهر تغسلي بهم الكبه، مش خل. هتعملي حلويات في الكبه، اسمعي مني الله يرضى عليك، مهم جدا. لو انت فرمه في الكبه دي، علشان الكلام ده مهم جدا، فرمت بصل قبل كده او توم او لحمه مفرومه، وبالتاكيد السكينه او ال 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 الكوز يعني، او الطبق اللي انا بشتغل فيه ده مكانه بصل او توم، ده مهم جدا يتغسل كويس قبل ما تعملي الحلو فيه. ممكن تعملي فيه سوفليه، ممكن تعملي فيها كيكه، بيبقى عندك خلاط واحد او كبه واحده. ده ازاي؟ متعدد الاستخدام. بتجيبي نص كوب من ميه الزهر او ميه موارد وتغسليها كويس او تمسحيها بمنديل، كده انت عقمتيها وجهزتيها تعملي فيها حلويات. ده مهم جدا الكلام اللي بقوله ده كده. حلو الكلام. هناخد الشوفان بتاعنا بالشكل ده كده، نحطه هنا حتى تلاحظ ان انا غيرت الجلافزات بتاعتي وجهزت نفسي ان انا اعمل حلو. ده الشوفان بالشكل ده كده، معاه البيكنج باودر، طريقة سهلة خالص. الفانيليا على الشوفان، معانا دقيق، كفاية دول، معانا بيض، تسلم ايدك يا عم الشيف، معانا زبدة طرية، كل دول في قلب الخلاط. يلا بينا يلا بينا. بص على الحياة، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ جيب لي التفاصيل من جوه الكبة، الله يرضى عليك ويقعدك بزيارة النبي يا راجل يا طيب. ايه الحلاوة دي؟ لازم عجينة الكوكيز بتفكرنا بعجينة الغريبة. لازم تكون ماسكة نفسها كده. خلي بالك ده مهم جدا اهو. دي مش محتاجة حليب ولا محتاجة أي حاجة خالص. ربنا كرمنا والمقادير مظبوطة زي الفل. أضربها كبة واحدة في الخلاط وشكرا. نعم يا غالي، اصبر على رزقك. بيقول لي فين الشوكولاه؟ يا شوكولاه. تاني. شفت؟ بالله عليك شوف التفاصيل الحلوه دي كده. خليك دي هنا، اللهم صل على النبي. يلا، ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ ايه السهوله دي؟ انا ما اعرفش ان الكوكيجز سهل بالشكل ده او بالطريقه دي. خلي بالك ده مهم جدا على فكره. كل القصه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب بوله صغيره زي دي كده، ونحط فيها قليل من الزيت بس، خلاص، ونلمس ايدينا زيت كده قبل ما اضرب ايدي فيها. شفت ازاي؟ ادي العجينه. الله الله يرضى عليك يا ولدي. والعجينه شفت انا حتى لما حطيت ايدي في الزيت شغال ازاي؟ فين العجينه هنا؟ مش موجوده. تاني.
تعلمي التركية دي مهمة جدا على فكرة، ولا معلقة ولا حاجة، لازم تحس بالبركة في ايدك كده وتحس بالعجينة وشطارتك في المطبخ وإبداعك في المطبخ. اهو بس خلاص، فين الشوكولاية يا عم الشيف؟ يلا مع بعض زي الفل وتسلم ايدك. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ معانا شوكولاتة طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أعملها زي الكعكة أو زي الغريبة وأبدأ أرصها هنا في الصينية دي. الطريقة التانية إن أنا أقلب الشوكولاتة مع العجينة بتاعتي وأفرتها، اختياري حسب ما أنت حابة. هنعمل ده وده وأقدر إن أنا أوصل لك الفكرة. أهو. طبعًا بتسيبي مسافات بين كل واحدة والتانية تقريبًا 2 سنتي. عشان العجينة دي فيها زبدة فهتفرد شوية منك. اه هنضغط عليها بعدين. سهلة يا عم الشيف، ده انا بروح اشتري الكيس فيه 5 وحدات بالشيل الفلاني، ده انا اقدر اضيف الطعم اللي انا عايزاه هنا، احط فانيليا، احط حبهان، احط مكسرات، احط هيل اللي هو الحبهان، احط قرفة زي ما انا عايزة. ناخد الشوكولاتة دي كده ونحطها هنا كده، خلاص خد على الشكل اللي احنا متعودين عليه واللي عينينا متعودة عليه. اهو بنشوفه في المحلات بالشكل ده كده، ده لون او ده شكل. الشكل التاني انا معاكم دلوقتي حالا. ملاحظة حاجة، من ساعة ما بدأت الحلقة مع بعض نظمت الوقت بتاعي، الحاجة اللي بتاخد وقت كبير حطيتها في النار وخلصت منها. الكوسة، ورق عنب، محشي بعمله أنا حطيته على النار ونسيته، خلاص أبدأ أشتغل في الحلو وأنا شغالة كده. أه زي الفل. فين يا فندم؟ أه العينية. حاضر حبيبي، أنا أشيل لك اللي يضايقك من هنا. شفت إزاي؟ كلنا نجتهد ونعمل من أجل الصورة الحلوة. تعالوا مع بعض. شوف المخرج بيقول لي شيل الحاجات اللي تحجب الصورة الحلوة، ده الطبيعي. شفت أنا عملت إيه دلوقتي؟ هو ده. دول 3 بمدرسة مختلفة. ناخد بقى الشوكولاتة بتاعتنا دي كده ونحطها هنا كده. الله، أنا بحب الشوكولاتة زيادة. وأقلب الشوكولاتة دي مع العجينة دي. اللي انا عملتهم في الاول اللي مش بيحب الشوكولاته زياده يعني وكتير فيها، انا بحبها كتير بصراحه. واخدها بقى ارصهم في قلب الصينيه. الحاجات دي مطلوبه للاولاد في المدارس، بتحطها في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين الصبح كده، ووفر عليك على فكره. وتقدر تعملها بكذا طعم يعني. برتقان، ازاي اشيب البرتقان؟ بشره برتقان، وموسم البرتقان جه والشتا جاب خيره، تجيبي بشره برتقان وشويه عصير برتقان وتحطهم مع العجينه دي، يبقى واخد طعم البرتقان. يبقى انت ابنك كده ولا بنوتك الحلوه اللي ربنا يخليها لك خدت فيتامين سي بطريقه غير مباشره. العبي بالحاجات دي حاجه كويسه، وتش تيجي الصبح تقول له اشرب عصير برتقان، لا هياكل واحده من دي فيها فيتامين سي. طب فيتامين سي جاي منين يا عم الشيف؟ تاني عصير البرتقان وبشره البرتقان وبشره الليمون اللي جوه العجينه. انا مش بخترع الذره، انا بعمل حاجات لطيفه وبسيطه وسهله، يعني تفاصيل صغيره ولكن الطعم جديد والشكل جديد. مع بعض. البيكنج باودر هنا دوره ايه؟ حد يقول لي. يجعل البسكويتة هشه. زي ما بنحطه في الغريبه كده بيخليها ايه، تقطميها، تسمعها صوتها وهي بتتقطم. النشا بتتعمل ازاي؟ الغريبه 2 كوباية دي زبده بدرجه حراره المطبخ، بياض بيضه ل2 كوباية دي، 2 معلقة نشا، شويه فانيليا، بنعجن العجينه بتاعتنا، سكر بودر 1 كوب او 2 كوب، نعجن العجينه بتبقى بنفس السماكه اللي معايا دي كده،
والرص الغريبة، عايزاها باللوز يا مزاج اللوز حط لوز، عايزاها بالفستق حط فستق، عايزاها بالفول السوداني حط فول سوداني، مفيش حاجة هتقول لأ. وسبحان الله مرزق يا مغازي بالمقاس على قد الصينية 3 × 4 ب 12، دي كبيرة شوية، خليهم كلهم حجم واحد عشان لما يستوي تقدر تقطميها وتبقى ايه مستوية. ادي عجينة الكوكيكز بتاعنا بالشوكولا، وده مطلوب ونطلب كذا مرة، بس انا طبعا بحب ان انا انفذ عملي. بنجمع كل الاسئلة اللي بتتسأل من خلال السوشيال ميديا ومتابعتنا على شاشة القناة الاولى الرسمية وصفحة اكلة امي، وبجمع الاسئلة دي كلها في خلال الاسبوع، وبعملها يا اما في الاكل الصحي يا اما في الايام العاديه بطريقه بسيطه وسهله لكل الامهات وكل الستات وكل ست كل بتتابعنا وكل ام بتتابعنا، لان اكله امي هي المذاق الخاص اللي مش ممكن ننساه على طول مدى الحياه. اول حاجه عملتها الكوسه، تحبوا تبصوا عليها؟ نبص عليها اهي، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا. وجيب لي الكوكيكز اللي في الفرن ده اللي بيتدلع ده، زي الفل. هنزله لك تحت شويه حبيبي. اهم حاجه تكون انت مرضي. بص بالله عليك تجيب لي التفاصيل الصغيره دي. ادخلها ولا اخليها؟ قول لي. لا تقول لي عليها اعمله. فين يا عم الكوكيز؟ الله، ادخلها الفرن؟ يلا بينا. ايه يا فندم، انا بس عايز الساده المشاهدين يجيبوا مراحل عمليه التسويه. يلا يا باشا. حلو، والكوسه في ارضيه الفرن بتستوي، لان هي طبعا كده كده اللحمه المفرومه والكوسه محتاجه نار قويه، فارضيه ده تنظيم مهم جدا. حلو الكلام ده، بنشتغل مع بعض. تمام، حاضر. خلينا نطلع اللي في الفرن الاول عشان مخرجنا عايز يجيب الصوره الحلوه. هو ده، انت ابن حلال، طلع لك الايه بسكويتة الحلوة دي يا ويلي. لا أنا مش هتكلم، أنت اللي هتتكلم بالصورة الحلوة. ولما بقول الصورة الحلوة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، ده مش من فراغ، ده إثبات عملي وتنفيذي. كوسة خلاها تاخد وش. اللهم صل على النبي، نغرفه. أنا هوريك حاجة حلوة دلوقتي. اللهم صل على النبي. الشكل ده حلو أهو. نغرفها مع بعض كده. تعالى. يلا بينا. يلا بينا. طبعا دي المفروض يعني علميا وطهويا ما تتغرفش دلوقتي، تتغرف بعد ما تبرد زي الغريبه وزي الكحك، بس انا بشيلها بالراحه، بس انا بالامانه بحب اكلها سخنه. يعني لو مش على الشاشه دلوقتي ممكن كنت اكلت 3 4. بعشق البسكويت والغريبه وهي سخنه للامانه. جيب لي التفاصيل دي، الله يرضى عليك ويوعدك بزيارة النبي. هجيب اللي فيهم شوكولاتة قليلة. كل حاجة اتعملت قدام حضراتكم وعلى عينك يا تاجر. شيل دي من هنا. تعالي. الله، يلا يا غالي. دلع لي البسكويت ده، الله يرضى عليك، لانه مطلوب واللي بينطلب مننا بنعمله، هي دي الشطاره. تعالوا نعمل الصوص بتاعنا على الكوسه، ما تاخد ايه لون. معانا مايونيز وتوم زيت زيتون عصير حامض اللي هو عصير الليمون وقليل من الملح. عصير ليمون، صينيه كوسه محشيه
باللحمة والطماطم صحية، نقول صحية بنسبة 80%، يعني مجموع يدخلنا مرحلة أولى الكلية اللي احنا عايزينها. أما الكوكيجز بنسبة 60% للأمانة، لأنه دخله زبدة وبيض. أما السلطة بنسبة 100%، فيها مايونيز. المايونيز اللي معانا مايونيز لايت دايت، يعني ما فيهوش دهون كتيرة، معمول من غير بيض. مقاديرنا النهاردة بسيطة في متناول الجميع، ولكن الأكل أكل صحي. قدرنا نخترق كل المطابخ، عملنا كوسة محشية بالطعم الشامي بالطعم المصري، أهم حاجة إن هي خفيفة على الجيب وخفيفة على المعدة. عملنا بسكويت لطيف وجميل الأطفال بيحبوه بالشوكولا. عملنا سلطة الكل طبعا مش بيختلف عليها من مكوناتها، إذا كان بنجر أو خس أو جرجير. يعني نقول رؤية وفن وإبداع، وكمان أكل صحي بنشوفه كل يوم حد من كل أسبوع. الكلام ده منين يا مغازي؟ بالتأكيد من ماس بيرو.